داليا انت منورانا في تلفزيون اليوم السابع ومنوره على ريد كارب. ربنا يخليكي، ميرسي، شكرا. قولي لي بقى، قعدتي كام ساعه النهارده تاخدي تحضيرات في اللبس؟ بصي انا كنت في مرسى علم، اوكي، وجيت عشان تكريم شريف، ولا كنت محضره فستان ولا محضره ماكيور ولا كوافير ولا اي حاجه. فالتوتر من اول اليوم لحد اخره ان انا مش عارفه البس ايه اصلا، فهماني؟ ولا كان يوم موتر بالنسبه لي. وبعدين لقيت ابسط حاجه في الدنيا، والمكياج خلود سعيد يعني حبيبتي جت انقذتني، وطريقه طحنجي انقذني بصراحه. شريف اتخانق معاكي كم مره عشان اتاخرتي النهارده وانت بتلبسي؟ لا ما اتاخرتش على فكره، انا كنت بدور لكن لبس لا فك كده. طيب ما شاء الله انت وشريف سلامه من الزيجات المعمره في الوسط الفني، اللهم لا حسد. قولي لي سر الخلطه كده على الريد كاربت. التفويت. بتفوتي كتير؟ هو عشان انا كتير ممكن ابقى بتضايق بتعصب بتاع، هو حبيبي يعني خلقه واسع زي ما بيقول. طب قولي لي، تقولي له ايه على الريد كاربت بقى النهارده هو جاي يتكرم؟ اقول له انا بحبك قوي قوي، وربنا يعني يوفقك في حياتك، وانت تستاهل كل خير، وانا الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، يعني يمكن اكون اسعد زوجه في الدنيا. يا رب دايما. وعايزه بقى كمان داليا مصطفى تقر وتعترف بحاجه على ريد كاربت لاول مره. شريف مفيش حاجه معينه، يعني بحقيقي مفيش حاجه، هي مش عارفه اقول لك ايه. اعتراف كده مخبياه عن الناس بقالك فتره عن حد؟ مفيش، مش عارفه، مفيش حاجه في دماغي. مفيش. طب ممكن تنادلنا شريف سلام على ريد كاربت؟ متفائله قوي، متفائله جدا. حاولي. ما هو بيسجل، مش هيجي يعني، مش هيجي، انا عارفه ده هو اللي يلا يلا يلا. طب قولي لي، تحبي تعتذري لمين الفتره دي؟ حاسه ان غلطتي في مين؟ غلطت في حد؟ ما غلطتش في حد، ومش بحاول بقدر امكاني ابدا ان انا اضايق اي حد. يعني بخاف جدا، بخاف بجد قوي، بخاف من الكارما بشكل مش طبيعي، يعني عندي هس ان حد يتضايق مني، وما بحاول يعني حتى لو حد ضايقني او اذاني بغفر له، يعني بغفر له، يعني اللي هو عشان ربنا يغفر لي انا حاجات تانية يعني. طب ايه اغلى حاجه لابساها في الاوتفيت النهارده؟ ساعتي. الساعه بكام؟ لا 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 لا، مش للدرجات. طب اول رقم من الارقام الجديده؟ لا لا لا، نو واي. بس يعني الحمد لله، الحمد لله كويسه يعني. كنت انت اللي جايباها ولا شريف جايبها لك؟ لا شريف اللي جايبها لي. داليا انت نورتينا، ربنا يخليكي، ميرسي قوي. عايز اعرف كمان داليا بتحضر لايه بقى خلال الفتره الاخيره دي؟ لسه مخلصه حرير مخملي، وان شاء الله يا رب يبقى حاجه كويسه، اتمنى، مع مخرج هايل احمد حسن، وفي مجموعه كبيره من النجوم يعني. بالتوفيق يا رب. ميرسي، كلك ذوق. شكرا.